السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ كيجي عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل حاجة جديدة بالورق، هنتسلى فيها في البيت مع ماما، هنلعب بيها. ممكن نلعب بيها، هيبقى الشكل ده، شايفين شكل عامل ازاي؟ ممكن نلعب بيها مع اخواتنا ونعمل بيها اي مسرحية او اي حاجة نلعب بيها مع بعض. يلا نتعلم ازاي نعمل الشكل الحلو ده. هنجيب جزء من الكانسون، ورق الكانسون على شكل مستطيل، وبعدين اجي اقسم المستطيل ده على 3 اجزاء قد بعض، احاول اخليهم قد بعض اطبقهم. وبعد كده بقى عندي شكل مستطيل طويل، هاجي المستطيل الطويل ده هطبقه تاني على 2 بالطول كده عشان يبقى ايه جزئين قد بعض. وبعدين اجي الجزء اللي بره ده اطبقه تاني على جوه كده، والناحيه التانيه نفس الكلام. هيبقى عامل كأني قسمت المستطيل على 4 أجزاء، 4 أرباع متساويين، 4 أرباع متساويين، ده ربع وربع وربع وربع، بقى ده كله على بعضه واحد صحيح، قسمته على 4 أجزاء. طبعا كيجي تو عارفين ان احنا اخدين الكسور واخدين ده كده اسمه الجزء الواحد اسمه ربع، خلاص، وعلى الربع الواحد على شكل مربع كده. بقى عندي الشكل الاساسي اللي انا هعمل بيه اللعبة بتاعتي. طبعا لسه هنعمل لها بقى الجزء بتاع العينين وكده، تعالوا ازاي نشوف نعمله مع بعض. هاجي اقص جزئين قد بعض، هيبقى كأني شكل مستطيل، واجي من فوق اعمل له كيرف كده. ماما طبعا تقص معايا، ما ينفعش استخدم المقص لوحدي، خلاص هعمل جزئين دول، وهعمل جزئين تاني ممكن بلون تاني اكبر منهم شوية. دول ممكن اعملهم ممكن ما اعملهمش، لو موجودين عندي ممكن، مش موجودين خلاص. وبعدين هستخدم عندي عيون متحركة، لو ما عنديش عيون متحركة ممكن اعملهم عادي بالكانسون برضو، او اعملهم بالماركر، يعني ارسم شكل العين بالماركر. هاخد عينين، هستخدم الجلو عشان الزقهم، لو ما عنديش جلو عندي مسدس شمع، ماما تستخدمه معايا، ما ينفعش استخدمه لوحدي، خلاص. وهلزق العين، هلزق العين التانية. وهلزق الجزء ده على الجزء الاحمر اللي انا قصاه. بعدين هاجي بقى هثبت ازاي الجزء ده، هتني جزء منه من تحت كده شوية عشان الجزء اللي متني ده هو اللي هيتثبت على الجسم بتاع الشكل بتاعي. الشكل بتاعي اهو، هاجي عند المكان اللي فوق دوت هحط هنا الجلو وهلزقه. الجنب التاني خلاص بالشكل ده كده، بقى عندي الشكل بتاعي كده. ممكن بقى اعمل ايه؟ ممكن احط مثلا حتة، لو عندي اي كورة مثلا فروة او حاجة احطها تبقى النوز بتاعته المناخير، وممكن احط حتة من جوه كده تبقى شكل البق بتاعه. وممكن كمان اعمل لو عندي شاليمو هحطه مثلا، هلزق الشاليمو من هنا هيبقى كأني ده اللسان بتاعه طالع لبره. يا رب تكون الفكرة عجبتكم، ان شاء الله اقابلكم في فيديو جديد وفكرة جديدة عشان نلعب ونتسلى مع ماما في البيت.